أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد الأسبوع، وهذه أبرز العناوين. كلاسيكو الأرض يبتسم لريال مدريد، وليفربول يوقف قطار مان سيتي السريع. بعد موسم تاريخي، بنزيما يعانق الذهب، مبابي يكشف حقيقة طلبه الرحيل عن باريس، وخيار جديد أمامه لفسخ عقده والرحيل إلى ريال مدريد. نيمار مهدد بالسجن والغياب عن مونديال قطر. نادي أوروبي جديد يخضع للملكية القطرية. نجم يونايتد مجددا خلف القضبان. سر البومة التي ظهرت على قمصان برشلونة في الكلاسيكو. ليفربول يضع عينه على نجم الجزائر. وصراع ثلاثي للتعاقد مع نجم ميلان. والمزيد فابقوا معنا. حصاد التوب 5. في إنجلترا، ليفربول يوقف قطار مان سيتي السريع بهدف صلاح، ليهرب أرسنال بالصدارة بفارق 4 نقاط بعد فوزه على ليدز يونايتد. وفي إسبانيا، فرض ريال مدريد سطوته وأطاح ببرشلونة في كلاسيكو الأرض لينفرد بصدارة الليغا. أما في البوندسليغا، واصل يونيون برلين تمرده بعد تغلبه على دورتموند ليبتعد في الصدارة ب4 نقاط عن المطارد بايرن ميونخ الفائز على فرايبورغ. وفي الكالتشيو، واصل نابولي انفراده بالصدارة بفوز جديد في جولة شهدت انتصار جميع الفرق الكبرى. أما في الليغوان، واصل باريس سان جيرمان صدارته بعد هزمه لمارسيليا في كلاسيكو فرنسا. بنزيما يفوز بالكرة الذهبية. بعد سنوات من الصبر والمثابرة وموسم تاريخي شهد إجماعا غير مسبوق على استحقاقه لها، نال كريم بنزيما رسميا جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022، فيما توجت أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة، وفاز كورتوا بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى، فيما ذهبت جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب إلى جافي لاعب برشلونة، وفاز ليفاندوفسكي بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف، ومانشستر سيتي جائزة أفضل نادي، فيما نال ساديو ماني جائزة سقراط المخصصة للاعبين الذين يشاركون في مشاريع خيرية ومجتمعية. نادي جديد تحت الملكية القطرية. أعلنت شركة قطر للاستثمار الرياضي المالكة لباريس سان جيرمان ورئيسها ناصر الخليفي عن استحواذها مؤخرا على 21.67% من أسهم نادي براغا البرتغالي، والذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي هناك، مضيفة أنه سيتم إغلاق عملية انتقال الأسهم خلال الأشهر المقبلة وفق شروط محددة. نيمار مهدد بالسجن. أجريت مؤخرا أولى جلسات محاكمة البرازيلي نيمار جونيور في إسبانيا بسبب مخالفات مزعومة أثناء عملية انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013، ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 2 عامين مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على نيمار بسبب تلك المخالفات، علما بأن تلك المحاكمة تقام بعد 7 سنوات من شكوى شركة برازيلية متخصصة في سوق كرة القدم، والتي تعتبر نفسها متضررة من توقيع نيمار مع برشلونة، حيث امتلكت تلك الشركة 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبا لسانتوس، وتعتقد أنها أصبحت ضحية لخداع من قبل اللاعب الذي وقع 2 عقدين مع البرسا، بينما جرى تجاهل أن حقوقه تعود إلى الشركة التي تطالب حاليا بسجنه لمدة 5 سنوات مع منعه من ممارسة كرة القدم. حلم المونديال يتبخر. بعد إصابة رئيس جيمس في الركبة خلال المباراة ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا، أعلنت تشيلسي غياب اللاعب لمدة 8 أسابيع، حيث سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل، وبالتالي تأكد غيابه عن مونديال قطر. ويبدو أن زميله نجولو كانتي سيعرف نفس المصير، في وقت تؤكد فيه العديد من التقارير غيابه ل3 أشهر تقريبا بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها أثناء التدريبات، بينما لا تزال الشكوك حاضرة حول موقف الأرجنتيني دي ماريا، ويبدو الأمل ضعيفا بالنسبة لمواطنه ديبالا. أما البرتغالي جوتا فتعرض لإصابة في ربلة الساق مؤخرا أمام مانشستر سيتي، وسط احتمالات قوية بالغياب أيضا عن العرس العالمي. تشافي يحدد موعد رحيله عن برشلونة. وسط الانتقادات التي تعرض لها عقب التعادل أمام إنتر ميلان والاقتراب من الدوري الأوروبي،
خرج تشافي هرنانديز ليعلن تحمله المسؤولية كاملة، كما رد على بعض المطالبات برحيله قبل خوض الكلاسيكو قائلا: أنا أيضا مشجع لبرشلونة، جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوما القيام بذلك. عندما أقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر سأعود إلى بيتي، لن أخلق مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل إلى قناعة بأنني لست الحل. اعتقال نجم اليونايتد مجددا. في فبراير الماضي اعتقلت الشرطة الإنجليزية ماسون غرينوود للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل لصديقته، ليتم تجميده بشكل كامل في مانشستر يونايتد، وبعدها جرى الإفراج عنه بكفالة قبل أن يتم القبض عليه من جديد مؤخرا بتهمة خرق قواعد الكفالة بعد أن اتصل بالضحية المزعومة. كما وجهت الشرطة تهما جديدة له تتعلق بمحاولة الاغتصاب والانخراط في سلوك تحكمي واعتداء يتسبب في أذى جسدي لصديقته، مع العلم أن اللاعب حضر أولى جلسات الاستماع يوم الاثنين. مبابي يخرج عن صمته. خلال الأيام الماضية تولدت عاصفة من الجدل بعد انتشار أخبار عن أزمة بين مبابي وسان جيرمان دفعت اللاعب لطلب الرحيل رسميا، وكانت آخر ملامح تلك الأزمة أن مبابي قد يلجأ لفسخ عقده لكي ينتقل إلى ريال مدريد إذا ثبت صحة ما تردد بأن إدارة PSG استأجرت وكالة خارجية لمهاجمة اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الإجراءات القانونية ستكون طويلة للغاية ولن تتم رغبة مبابي بالسرعة التي يتمناها. وفي نفس السياق خرج مبابي أخيرا لينفي كل هذه الأخبار عقب مباراة مارسيليا بالقول: لم أطلب مغادرة باريس سان جيرمان في يناير، أنا لست غاضبا من النادي وكل ما يشاع ليس صحيحا. منوعات. تقرر أن تدخل الكرة التي سجل بها الراحل مارادونا هدفيه الشهيرين الهدف باليد وهدف القرن في مرمى إنجلترا بمونديال 86 في مزاد من قبل دار جراهام بود للمزادات خلال الشهر المقبل، ويرتقب أن تباع بسعر يفوق 3 ملايين دولار. وكانت الكرة بحوزة الحكم التونسي علي بن ناصر الذي أدار المباراة، والذي أكد أن الوقت قد حان لمشاركتها مع العالم. من ناحية أخرى ووسط مطالبات جماهير مان يونايتد المستمرة برحيل عائلة غليزر المالكة للنادي، أكدت صحيفة ذا سن أن العائلة الأمريكية ليست لديها رغبة في بيع مانشستر يونايتد إلا حالة تلقيها لعرض خيالي يزيد عن 9 مليارات جنيه استرليني. في المقابل خاض برشلونة مواجهة الكلاسيكو بقمصان عليها رسم لطائر البومة بدلا من شعار الراعي الرسمي سبوتيفاي، والبومة شعار مغني الراب الكندي الشهير دريك، احتفالا بتجاوز عدد مرات الاستماع للنجم الكندي عبر تطبيق سبوتيفاي 50 مليار مرة في إطار الشراكة بين النادي الكتالوني والمنصة العملاقة المختصة ببث الموسيقى والبودكاست. جديد أخبار الانتقالات. أعلن أجاكسيو رسميا تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي مجانا عقب فسخ عقده مع بريست، فيما جدد فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027. وفي ظل الأخبار التي أثيرت حول طلب مبابي الرحيل عن PSG في يناير وعدم وجود مانع لدى إدارة النادي في رحيله لكن إلى ليفربول وليس ريال مدريد، خرجت بعض التقارير للتحدث عن توجه لدى الريدز بإبرام صفقة تبادلية تشمل صلاح مقابل مبابي، فيما أكدت صحيفة ماركا أن البرتغالي جواو فيليكس ليس سعيدا في أتلتيكو مدريد ويرى بأنه لم يتطور تحت قيادة سيميوني، ما دفعه لطلب الرحيل في يناير وطالب وكيله بالبحث عن نادي جديد. الأمر نفسه يفكر فيه فرينكي ديونغ، إذ زعمت صحيفة سبورت أن اللاعب يشعر بالاشمئزاز من دوره مع الفريق ويفكر في الرحيل، بينما تشير صحيفة ميرور إلى منافسة منتظرة في الصيف المقبل بين مانشستر يونايتد، تشيلسي وسان جيرمان على نجم ميلان رافائيل لياو. هذا وتؤكد صحيفة بيلد أن ليفربول يضع عينه على الجزائري إسماعيل بن ناصر لضمه خلال الفترة القادمة.